في الأخبار الاقتصادية أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي أن موازنة العام المالي القادم خالية من أي ضرائب جديدة، وأشار إلى سعي الوزارة لتوسيع المظلة الضريبية وتخصيص الموارد حسب الأولويات التي وصفها بالمتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة. وكشف الوزير لدى مخاطبة ورشة حول موازنة العام المقبل التي ينظمها تجمع مهنيي وزارة المالية عن السعي لترتيب الوظائف وتحسين أجور العاملين وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية متكامل. وأبان أن الموازنة تنموية وتسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية. وأكد وزير المالية سعي الحكومة لتأهيل البنى التحتية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق التنافسية والتركيز على القيمة المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية. ناقش الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء الثلاثة صباح اليوم برئاسة عثمان حسين الأمين العام لمجلس الوزراء منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2020، والتي جاءت مستهدية بالبرنامج الإسعافي والأولويات العشر المعلنة للفترة الانتقالية والتركيز على أهداف التنمية المستدامة وفق موازنة البنود. وتضمنت موجهات الموازنة خفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون بالتركيز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام ودعم ميزان المدفوعات واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي. كما أمن الاجتماع على الاهتمام بالأولويات الملحة ومراجعة الإعفاءات الجمركية وخفض معدلات البطالة. والى التضخم في الاقتصاد السوداني ارتفاعه حيث قارب 58% في شهر أكتوبر بنسبة ارتفاع أكثر من 17% عن الشهر الماضي. ووفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء، كان النصيب الأكبر لارتفاع نسبة التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، إذ بلغت مساهمتها 61.1%. وعزى الجهاز المركزي للإحصاء أسباب الزيادة في المجموعة لارتفاع أسعار الزيوت والألبان والخضروات، بالإضافة إلى ارتفاع المواصلات. وسجل التضخم في المناطق الحضرية نسبة 56.15، بينما كان 51.41 في الشهر الماضي. أما المناطق الريفية فقد سجل التضخم في شهر أكتوبر نسبة 58.73 مقارنة ب 54.98%. دعت ورشة الصادرات إلى ابتدار رؤية مستقبلية تعزز الصادرات وتدعم الناتج القومي والاقتصاد الوطني. وقال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني خلال الورشة إن عملية النمو الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة والاهتمام بالصادرات تعد أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية. وأضاف أن العائدات النفطية خلال المرحلة الماضية أحدثت تأثيرا سالبا على الميزان الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب أهمية الاعتماد على الصادرات غير البترولية والتي تنعم بها البلاد. وأكد سعي الوزارة لمراجعة وتقنين الجبايات بغرض تشجيع الصادر، إلى جانب حرص الدولة على تشجيع العمل بالقطاع الخاص وتعظيم الفوائد التي تعود بالنفع على المواطنين. أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان أهمية الوصول للمنتجين عبر إنشاء الجمعيات الزراعية وإنشاء صندوق دعم الإنتاج. وأشار في كلمته بمناسبة افتتاح معرض السودان الزراعي التقني بالخرطوم إلى أهمية ترتيب أوضاع الوزارة وزيادة رأس مال البنك الزراعي والتوسع في خدماته على مستوى المحليات للوصول إلى الأهداف المرجوة. وأكد على دور القطاع الخاص في المساهمة في تطوير العملية الإنتاجية من خلال التقنية الحديثة، ودعا الخبراء والعلماء من خارج الخدمة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي. في تقديرنا السودان أساسا يمتلك موارد قيمة وموارد عظيمة في مجال الموارد في القطاع الزراعي، وهو العمود الفقري بالنسبة لاقتصادياتنا في السودان. والقطاع الزراعي في تقديرنا هو الأساس بالنسبة لإحداث النهضة الحقيقية المرجوة في السودان. فقط في الفترة السابقة نصيب القطاع الزراعي من الاهتمام والتمويل